يا سي علاء انا فين؟ اخي وينو وعندي ما نقول لك وينو. شنو هي الحكايه دي؟ هاني في عبد اللي شو تايم الليله. والله غريبه. تي برا سلكها تي نعدي بجارب الجمهور اش قولكم في الدخله بجارب؟ اش قولكم؟ نسلكها ولا ما نسلكهاش؟ نعديها ولا ما نعديهاش؟ نعديها برا يا سيدي نقلب من عندي ما نقول لك اخويا شنو احوالك لاباس صفا عندك كام عندكش كا العبد اللي شو يا سيدي الليله جيتكم الليله في عبد اللي شو تايم ما عادش خارج من هوني عجبني الجو وما نعرفش بيه لطفي العبد اللي خشي حكايته وينه قالوا لي ما فماش تاعب ومسكر تليفونه يا علي يجري يا علي قلت له ما نجي شو المشكل تدليك هذه شنو الحكايه فارغه يقول القايل تي عندي ما نقول لك اصعب عبد اللي شو تايم صعيبه مش ما هي صعيبه اما سلكوها فما حتى مشكله نسمع فيه مره قال قداش من مره البرنامج متعب ياسر وقلقت وفديت يا لطفي يا ربي اش قلقت وفديت بربي تي الخدمه هذه خدمتها عندي 20 سنه يا رسول الله عندنا مشكله مع المنشطين الشبان ديما هكا يتقلقوا سيرتو المنشطين اللي مزاو في البدايه نتاعهم معناتها احنا جماعه الخبره 20 و25 هذا يلعب تاع الصغار حكايه فارغه والله حكايه فارغه باهي الجمهور حسب رايكم انتوما البيرو نبدلوا من هوني والا نخليه من هوني والا الفرقه نبدلها من هوني ولا المصور هذا نشيله من هنا اهله اي ونبدلوا في بلاصه حاجه اخرى ما عجبنيش اللون هذا ما عجبنيش بدلوش مع الديكور والضوء هذا نقصوا منه الضوء هذا نقصوا منه والطاوله مش مزيانه ما عجبتنيش بدلوها حتى المنشط طيروه من هنا لا باديتو وحاجه اخرى الريدوات علاش الريدوات هكا قدم يا رسول الله علاه شنو هذا شبيكم راهو ما نفدلكوش في الحكايه هذه وش الكابلوات المسيبه هذه لهنا وش بيه الجمهور يضحك ياسر وقفوا عند حد بربي المخرج شكون شو اسمه المخرج مراد بابا مراد ترى خلينا نشوف الكادر ترى لا لا بدلوا المخرج بدلوا شكون مدير الانتاج ومدير الاضاءه ولا قش على الناس كل يا سيدي الليله باش نعديو سهريه مع بعضنا الليله باش ننسيكم في لطفي العبد اللي اما ليه لطفي صاحبي وعشيري وخويا بالحق لا بالحق قالوا لي قول أمانة خير منه وما مش باش نقول انا خير منه تعرفوا علاش على خاطر لطفي المعلم نتاع عبد اللي شو تايم بالحق يا صديقي يا حبيبي يا ولدي شبيه لعيتك ايش من طلعت يا لطفي استنى ساعة دخلة دخلت انت باش تبدل كل شيء كمل بدل التاسعة وك اشاعات اشاعات مغرضة كنت نشكر في استنى انت كنت تسمع انت صار كنت تسمع كنت تتفرج حتى في الدخلة في كل شيء يا حبيبي عليه شو ما قلتش من الاول يا رسول الله صفا لطفي شحوالك الحمد لله الحمد لله لبس خير برشا خير برشا اون فيت عملت تعبت شويه الجمعه اللي فاتت وروحت مشيت عملت تيست كوفيد طلعت تيست بوزيتيف معناها طلعت عندي كورونا تعذبت شويه الايامات الاولانيين ما حبيتش نحكي ما حبيتش نهبطها على انستغرام فيسبوك قلت زايده معناها ما شفتش اني الواجب اني زعما هكا باش نستعطف العباد ونسخفهم والناس تبعت لي ميساجات ما نجمناش نخلطوا على الجمعه هذيا الحقيقه شرفني معناها صفا لاباس معناها نهار نهارين اخرين صحة صفا ونخرج من الدار ما تعبتش شويه لطفي الايامات الاولى جبت تعبت قلت لك ديبي الايامات الاولين تعب لا يوريه لحتى حد برجوليه ما فهمتش معناها الناس اللي قاسات وتعذبت معناها تعذبت بالكدا بعد توا الحقيقه صفا معناها الحمد لله والحقيقة كي عرفت اللي انت باش تنشط البرنامج وواحد الحقيقة فرحت برشا بالرسمي نقولها لك على المباشرة ويشرفني انه ان جراند انيماتور كيفك انت اليوم جاب ضحكة وبلعبة يجي يقول انا نعوض لطفي العبدلي هذا تواضع كبير منك انت وحرفية كبيرة ياسر نو نو بلاستك لطفي اجي نقول لك
لطفي بلاستيك ما يعوضها حتى واحد، بلاستيك معبيه، وانا غادي قاعد في الكرسي اللي انت قاعد فيه وفي البيرو اللي قاعد فيه، صدقني لابس تصويره لطفي العبدلي جودي بيان لابسها، وبكل معناتها حب وبكل تواضع بالحق. يعطيك الصحه لطفي. ربي يفكر عايشك. بوسه للي يفرحوا فيا، بوسه لك الجمهور المهبول هذاك اللي بحذاك وللفرقه. ما همش نورمال، ما همش نورمال بالحق يا لطفي. عندك جمهور مدربين بطريقة غريبة ما فهمتهمش. يا ودي نعاني فيهم ليا 3 سنين. تعاني فيهم 3 سنين؟ عاني شوية منهم. سلفني عاني شوية من اللي عانيت. سلفني منهم اللي عندي ما نقول لك. اسمع، يضحكوا بالتوقيت، يصفقوا بالتوقيت، يتحركوا بالتوقيت، يشطحوا بالتوقيت، يتنرفزوا بالتوقيت. تقول لطفي العبدلي حطتهم في قالب وصنعهم كيفه. هذوكم سي دي بروفيسيونيل الحقيقة، فهموا ليميسيون، تربوا معاها، يعرفوها، يعرفوا وقتاش يضحكوا ما يضحكوش. ما نقول لهمش نحن هاك شفت على عينيك، نخليهم يلا يخدموا على راحتهم، فهموا الاسبري دو ليميسيون، فهموا الاسبري نتاعنا اللي ما فماش ضحك الزايد اللي معناها بال اضحكوا له، فما حاجة سبونتاني كيفهم كيف الجمهور نتاع اللي يتفرج في داره معنا. زاد بربي زاد ان شاء الله لاباس، زاد ان شاء الله لاباس لمعد البرنامج زاد اللي يصيب بكورونا، صديقنا محمد الطرابلسي، ربي يشفيه فريمون، ربي يشفيه وان شاء الله يعدي الايام على خير. لطفي توصي شي حاجه. ما تبلبزيهش هكاو. والله ما نبلبزها لك الميسيون اليوم، والله والله ما نبلبزها. يا ولدي مع صليح باش نبلبزها، مع الناس الكل باش نبلبزها، قالوا ومع مايا وجاينا وفي الورتين يا حبان يا حاضة ليلى على شكون؟ على لطفي. يا لطفي كان بلبزتها براس امك طفي الضوء. على الله اصبر على الله. اي يا خويا ان شاء الله لاباس. على الله اقعد تفرج معنا على بقيه الميسيون. اي ان شاء الله. وهاني واك معايا في اللوريات باي، معايا راهو لطفي في اللوريات، السهريه كامله معايا في اللوريات باي. ميرسي بوكو لطفي، يعطيك الصحه. الى اللقاء ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس خويا، ان شاء الله لاباس. هاي يا سيدي كما شفتوا اليوم الليله باش نعوضكم لطفي العبدلي وانا على الشابي نتاع عندي ما نقول لك. تصوروني وقبل ما نوريكم الليله شنو هو اللي يستنى فيكم في عبدلي الشو تايم، نحب نقول لكم اللي يحب يربح سياره فيات باندا ايزي المزيانه برشا، ما عليك كان تبعث حرف ا على الرقم 85 899، وان شاء الله تكون انت الرابح بسياره طبعا الباندا ايزي. اليوم راهو باش نعطيو السياره، سياره الباندا. قد ما تبعث اكثر قد ما حظوظك في الربح تكون اكثر في عبدلي شو تايم. نذكر مره اخرى على 85 899. نخليكم توا مباشره شنو اللي يستناكم في سهريه عبدلي شو تايم. كبير نوفل مزيد شباب ما مش تقول واحد يجمع عرس مرة أخرى بشوالي شباب. معناتها كي تبدا تنقز أفقيا فما وقت وساعات ضربات العمودية فما وقت ولا العكس كومبليت. La valeur de mes yeux que quand je l'ai vu. Habouk Barsha, Rabbi Khalikle. هذا شنو يستنى فيكم الليله في عبدلي شو تايم. اما قبل كل شيء باش نمشيو مباشره نشوفوا كان جاي تونسي معاه محمد علي التونسي. عبد الحليم حافظ ولد في 21 جوان 1929 وتوفي في 30 مارس 1977، مغني مصري وممثل مصري زادا. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية. صوت نادر وإحساس عالي خلاهم يلقبوه بالعندليب الأسمر. تصوروه لو كان جاء تونسي.
توبة توبة واش لزك تعشقها يا قلبي وعارفها مخطوبة توبة وعارفها مخطوبة الولاد أمان أعطيوني التوبة الأولى التوبة القديمة توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة وابقى قابلني مرة وتبقى دي آخر توبة وبعدها توبة توبة يا الولاد أمان يا الولاد نطلعوا بالتوبة الأولى ونهبطوا بالتوبة الثانية أنت عصيدة ما تتوبش معهم خليهم يتوبوا وحدهم يا عند قريب إن شاء الله خير سعاد حسني جاتك شكون؟ سعاد حسني تو وقته وقته يا جرادة قاعد نبرر فراد قاعد نكون في مستقبل الغنائي وقته شنو يقول؟ برا قلنا قاعد يتوب وما نجمش قاعد يتوب وما نجمش يا الولاد أمان أعطيوني الكورونا كورونا 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 قولوا لنا الحقيقة كورونا 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 لآخر دقيقة كورونا طولت ليه وكذبك لتونا لحظة يا الولاد لحظة أمان يا الولاد ظهر لي لنشم لنستطع منها لا إله إلا الله يا جرادة هربت وخليتوني ما لكن قلت لكم عندي العذر يضحكوا عاد لعند ليبي تفكهش نعم يا جرادة نرمي نصفر جيتني المرة هذه ليه ليه فما شاعر ابعث لك زوج قصائد شو اسمه شاعر نزار القباني نزار القباني شنو يقول نزار يقول اني اتنفس تحت الماء اني اتنفس تحت الماء اش قولك انت هاو ركان هذا شنو يتنفس تحت الماء كمل قل لي اني استشمس في الصحراء هكا يا جرادة هكا اللي بعده قارئة الفنجان قارئة الفنجان اي ترى فيا جنات العرافة انا كمل قل لي محسن عيفة والبلاور أضحك العند ريب بيتفكش بيه وفما شاعر آخر اسمه مصطفى الدلاجي مصطفى الدلاجي شنو يقول مصطفى الدلاجي يقول أنا مش أمريكي الله كمل كمل هي مش أمريكي هي زادة مش أمريكي كمل ها أنا مش عويقي أنا مش عويقي الله وهي مش عويقي هي مش عويقي زادة شنو اللي يضحك فيك ليه كلمات كلمات قولك الولاد عجبتني الكلمات اعطيوني محاوشي انا مش مريق وانتي مش مريلة انا مش عويقل وانتي مش عويقلة ها 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 ها, ها, ها. يزيني منه الدلاج يا مان الولاد اعطيوني اغنيه القديمه اعطيوني جانا الهوى جانا جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا جا شبيكم وقفتوا ليه يا الولاد ماهوش الهوى هذا هذا سرد مان اعطيوني الهواء القديم تم خليه لكم واسع شفتوا الهواء ايش عمل فيكم وليتوا لي ذا فويس لهنا كاظم وسيرين وننسي هكا الاولاد هكا حتى انا كونسوميت وعمل فيا الهواء باش نصارحكم اللي انا مانيش لعندليب عبد الحليم حافظ انا عبد الرزاق الشاف يا تقوى سيدي اقوى
الله.